সতেজ টিভি সুন্দরের জয় গানে আপনাকে স্বাগত। আলহামদুলিল্লাহ, الحمد لله جل مجده عز ثناؤه تقدست أسماؤه تعالت صفاته تواترت علاؤه توافرت نعماؤه الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بسط الأرض نصب الجبال خلق البر أجر البحر بعظيم قدرته نور الشمس والقمر انتقى الشجر والحجر سبحانه ما أعظم شأنه لا يحد ولا يتصور خلق العلم خلق الجهل خلق الحق خلق الباطل خلق العلو خلق السفل خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلمة خلق السعادة خلق الشقاوة خلق الخير خلق الشر خلق الحياة خلق الموت خلق الأبداد خلق كل شيء نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له لا شريك له في ذاته ولا في نعوته ولا في كلامه ولا في كماله لا في وجوده ولا في وجوبه لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جباروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في امتنانه لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في شرفه ولا في تشريفه لا في مجده ولا في تمجيده لا في جلاله ولا في كبريائه ولا في صمدانيته ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالرسالة والهداية والدراية والبقاية والعناية والأمانة والصداقة بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والريادة والسيادة بعثه الله عز وجل بالكتاب العظيم القرآن الكريم الناسخ والمهيمن والمحافظ والأمين لسائر الكتب السماوية المتقدمة أيده الله عز وجل وشيده وأكده بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات اللامعة نسأل الله تعالى أن ينزل بحور فضله وصحائب رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يعرفونه حق معرفة الذين هم كانوا يحبونه حق محبة الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلالى وهم الذين كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده وهم الذين كانوا يصلون كصلاته ويطوفون كطوافه الذين هم كانوا يدمون مستوى الأرض بدمائهم لإعلاء كلمة الله عز وجل وهم الذين كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم وببلادهم وبميلادهم حتى بمهجهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يفتخرون بالتفدية والتضحية وهم الذين كانوا يفتتون يشتتون يمزقون يدمرون يقطعون يحصون كل السلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية من الأباطل والمفاسد عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين تخضعت وتذللت وتسجدت القوة الباطلة إلى أقدامهم صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه
ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقد ورد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أفصح حيث قال إذا كان يوم الجمعة تقف الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول أو كما قال عليه الصلاة والسلام